طيب حضرتك شايفة ازاي علاقة الأبناء دلوقتي سواء بالأم بالأب بالخالة بالعمة في المشاكل المادية واللي بيبقوا عايزين يعني ده انه يتناقش في عمل فني، ازاي مهم انه يتقدم في عمل فني بيدخل كل البيوت؟ شوفي، الحياة المادية سيطرت علينا تماما، يعني سيطرت على المجتمع جدا جدا. وبنشوف حوادث الحقيقة غريبة، يعني قريت قبل كده واحد مش عارفة قتل أمه عشان طلب منها فلوس ما ادتلوش. يعني في حاجات غريبة قوي على المجتمع. احنا عايزين نعيد غرس القيم الإنسانية في المجتمع من جديد، عايزين الأسرة تتلم حوالين مواضيع فعلا تبقى مؤثرة فيهم وفعلا يعني نحاول نعلمهم، لكن يعني يطلعوا منها بحاجة، يعني برسالة ما. يعني انت في العمل ده هتحبي قوي ان الأسرة تتلم مع بعض، ويمكن هنشوف ده في حلقات قادمة. واللمة بتاعت الأسرة والاهتمام بالمريض وان الناس يبقوا حوالين الناس اللي بيحبهم دي بتأخر تطور المرض. يعني لازم نساعد اللي حوالينا. استاذ عمرو محمود ياسين بيهتم بالنقاط الانسانيه دي دايما في الورق، حقيقي حقيقي بيكتبها بشكل رائع. يعني وانا بقول حتى لو هي ام وما عندهاش الزهايمر وكبرت وبقت وحيده واولادها كل واحد في مكان، فبرضه هي محتاجة انهم يتلموا ويقولها ويسألوا عليها ويهتموا بيها، يعني زي ما هي اهتمت بيهم وهم صغيرين. بيجي مرحلة الام دي بتبقى هي اللي عايزة الاهتمام بيها وكأن هي الطفلة، يعني ان اولادها هم اللي يهتموا بيها. صحيح. فالموضوع اكيد مؤثر في كل بيت. ألف مبروك المسلسل ومنتظرين باقي الحلقات، ويعني تحياتنا لكل كرو العمل، الفنانة الجميلة إلهام شاهين.